السلام عليكم، مرحبا بكم خياتي في فيديو جديد على قناتكم شهيوات جزائرية. اليوم بإذن الله راح نحضروا مع بعض تحلية بالكريمة والبسكوي كاكاوات، أبسط تحلية اللي تقدري توجديها في دقيقتين. نحتاجوا لتحضير هذه التحلية 300 ملليلتر كريمة سائلة اللي لازم تكون باردة. راح نفرغها في وعاء وراح نبدا نضربها بالدراب الكهربائي. راح نضربها غير شويه وراح نضيف عليها 3 ملاعق كبيره سكر ناعم مع نصف ملعقه كبيره قهوه سريعه الذوبان، ونواصل الخلط حتى نتحصل على كريمه تكون سميكه وكثيفه. نفرغ الكريمه اللي تحصلت عليها في كيس حلواني بهذه الطريقه، ونمر للبسكوي كاكاوات تاعي. راح نغمسو في قهوه، انا هنا قهوه عملت لها غير مغرفه صغيره سكر، ونحطو في كؤوس التقديم. وراح نعمل طبقه اخرى من الكريمه ونزيد بسكوي كاكاوات والكريمه حتى نكملو الكاس تاعنا. وهنا بالنسبه للبسكوي كاكاوات كاين انواع بزاف متواجده في الاسواق، منها الانتاج المحلي وكاين الانتاج تاع الخارج، يعني كاين الانتاج تاع الخارج اوريو وكاين بيفا، يعني كاين انواع بزاف. وانتوما خياتي كل وحده ومقدورها، يعني كل وحده تشري البسكوي كاكاوات اللي يساعدها. نكمل نعمر الكاس تاعي بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نغطسوا البسكوي تاعنا في القهوه ومن بعد نديروا طبقه من الكريمه، وهكذا حتى نكمل. ونعمل باقي الكؤوس بنفس الطريقه. بعد ما كملت كامل الكؤوس تاعي راح ندخلها للثلاجه مده ساعتين حتى تبرد، ونخرجوها من الثلاجه. وراح نزينها في الاخير برشه من الكاكاو. ونزينها بنصف حبة من البسكوي كاكاوات بهذا الشكل. وبالصحة والراحة. إن شاء الله خياتي تعجبكم الوصفة تاع اليوم، ونلتقي في فيديو جديد. إلى اللقاء.